أهلا بحضراتكم مرة تانية. 10 سنين على إفطار منطقة المطرية، 10 سنين جيرة وعشرة، 10 سنين ترابط وحب ما ينتهيش. كلنا شفنا طبعا كرنفال رمضاني لأكبر وأضخم مائدة إفطار. أعتقد اليوم كان مليان بهجة وسعادة، سواء جوه البيوت أو في الشوارع أو في المناطق المختلفة المحيطة كمان بالمنطقة. زينة رمضانية في كل مكان، رسومات، ومصر والعالم كانوا قاعدين بيتفرجوا إزاي في جو كده في منطقة المطرية. كواليس صناعة الكرنفال ده هنعرفها النهاردة مع منظمي الكرنفال اللي منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، الأستاذ سامح حسين والاستاذ سيد فتحي والاستاذ مصطفى احمد عبد السلام. اهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الفل عليكم. احنا بنقول 10 سنين بس هما مش 10 سنين، هما 12 سنه. ليه احنا بنقول 10 سنين وانتوا بتقولوا لنا ان هما 12 سنه؟ عشان في سنتين كورونا، لو هما 2021 ما اتنظمتش الحفله. كان ممنوع اساسا التجمعات. تمام. طب احنا عايزين نبدا من اول ما فكرتوا اصلا تعملوا المائده، البداية بتاعتها كان شكلها عامل ازاي؟ هي صدفة، احنا قاعدين مجموعة من الأصدقاء قاعدين في الشارع قبل الفطار، جات لنا فكرة تعالى نفطر، كل واحد جاب طبق من بيته، جبنا ترابيزة قعدنا. هي دي الفكرة، كانت بدايتها في الشارع. كام واحد تحت البيت؟ يعني محدود 7-8 كده، يعني الأسماء بالظبط مش مذاكر أو العدد مش مذاكر، الموضوع كله كان من سنة 2012. فكل واحد نزل اللي هو طبعا الوجبة من بيته اللي كان موجود ساعتها، يعني مش حاجة مخصوصة. تمام. وبدات القعده من كده، بعد كده بقت ترابيزتين ثلاثه، بعد كده بقت زي ما انت شفت دلوقتي احنا قاعدين معاك اهو، دلوقتي وصلنا لاكثر من 10,000 وجبه. بس طيب انتوا انضميتوا امتى؟ احنا من 2012. من 2012 المجموعه كلها واحده، احنا مجموعتنا مرتبطين ببعض على طول، نلعب مع بعض كوره، نقعد في منطقه واحده، احنا ما بنفصلش عن بعض. احنا على طول مع بعض، يعني في صداقه كمان. في صداقه. لا لا جيره وعيشه من زمان، احنا كلنا من منطقه واحده. بس الدنيا مفتوحه لاهل المناطق الثانيه ولا؟ طبعا طبعا، لا عندناش حاجه مقفوله الحمد لله. صح. طبعا. ودلوقتي الاول كنا بندعي، دلوقتي ما بنجيش، اللي عايز يجي بيجي. بتتعمل ازاي؟ يعني الناس بتتجمع ازاي؟ بتقسموا الاكل ازاي؟ بتقسموا الترابيزات ازاي؟ يعني في قصه، الموضوع مش سهل ابدا. هي عباره عن خطه، احنا ماشيين بخطه. الاعلام بتاعنا ليه دور، المطبخ ليه دور، مؤسسه يا جماعه. مؤسسه قالك الاعلام بتاعنا والمطبخ. المطبخ ليه دور، الشوارع والتنظيم ليها دور. حضرتك لو تلاحظ مثلا في الصور هتلاقي مثلا 4 ألوان في الفلينات او التيشيرتات، فكل تيشيرت بيعبر عن حاجه هو هيعملها. يعني بنحاول حتى مقسمين الناس بلون اللبس عشان يتسهل على الناس تبقى عارفه. الميديا مختصه ب15 رمضان. المطبخ مسؤول، مشرف، طيارين، احنا مقسمينها كده. طيب. الميديا مختصه بينا، فريق الميديا هو بيقابل اي حد من السوشيال ميديا، بيقابلهم اي حد من احنا عارضين الخطه على الهوا دلوقتي. هي فريق العمل والتقسيمه اللي انتوا عاملينها. الخطه كامله معروفه. الخطه كامله. ازاي انت تبتسم في وش اي حد، ازاي ان انت تبدا. احنا عملنا مراسم وبروتوكول كمان. ازاي انت لو اتعصبت بيجي مسؤول تاني بيقعدك على جنب، اقعد 5 دقايق لحد ما ترجع تاني، وبعدين يخش الشخصيات العامه، حد من الميديا بيفرقها. طبعا اتعصب هو مبدئيا يعني مقبول لانه في ضغط. ما هي العصبيه طبعا في ضغط في اول اليوم. طبعا العصبيه جامده طبعا، لان احنا كنا متوقعين رقم معين، لقينا نفسنا في ارقام اضعاف الارقام دي. طبعا ارقام جامده، ارقام جدا يعني. في وقت معين الفقرات، اغاني معينه بتشتغل في وقت معين، اهالينا في البيوت مهتمين جدا بوقت معين البالين هتنزل امتى، مين اللي هيقابل الشخصيات العامه، حتى الشوارع في المسؤولين، مسؤول عام ومسؤول خاص. المسؤول العام دول هم مثلا بيبقوا 5-6 أفراد، بيبقوا في 9 شوارع. احنا ابتدينا بشارع بقينا 9. طب الخاص مسؤول عن شارعه بس. أيوة. حتى زي ما مصطفى قال التيشيرتات، كل تيشيرت ليه حاجه، كل حاجه. الابيض ميديا، الازرق مشرف، الاحمر والاورنج والاخضر، تنفيذيين في الشوارع. دول تنفيذيين في الشوارع. دول تنفيذيين في الشوارع. طب الجماعه بتوع الميديا بيعملوا ايه؟ كل حاجه ممكن تتخيلها. بيبتدوا من امتى مثلا يتواصلوا مع الناس لا بص حضرتك احنا التواصل عندنا او اي حاجه بتحصل بتحصل تاني، بتهيالي ان الميديا هي اللي بتجري عشان تتواصل معاك. بالظبط كده. صح كده. وتجهيزات العزومه النفسيه او تجهيزات افطار رمضان نفسه احنا بنبداه من تاني يوم، بنشوف ايه اللي ممكن ينفذه بعد كده، بعد سنه. يعني احنا مثلا نفسكم يومين ثلاثه كده تريحوا من الموجود. احنا عندنا في البيت عزومه بنقعد يومين ثلاثه. انت بتعملي ايه؟ الناس عامله وحشه. استني انت دلوقتي. بص عليك، هو الموضوع بيحصل ازاي؟ احنا بنشوف مثلا ان احنا ابتدينا
كنا فين وبقينا فين. تمام. الحاجه بقى كده اللي بتشوفها ايه هي السلبيات اللي قابلتنا في السنه اللي احنا موجودين فيها وممكن نتلافاها السنه الجايه. جميل. ايه الجديد اللي ممكن نعمله؟ يعني السنه دي مثلا احنا في ناس معانا برضو من منطقه وحبايبنا عملوا فكره ان احنا نعمل رسومات في الشارع. الرسومات كلها طبعا خاصه برمضان واللي كان بيحصل في رمضان، خصوصا الحاجات بتاع اللي كانت مشهوره في التلفزيون زي مثلا برنامج فؤاد المهندس، برنامج وجوه طمطم، الحاجات اللي معروفه في رمضان، الحاجات اللي احنا واحنا صغيرين كمان كنا عايشين معاها. فابتدينا ان احنا نرسم الحاجات دي على الجدران. تمام. دي برده حاجه جديده حصلت السنه دي. وبرده في حاجات ثانيه، حتى التخصصات. الاول كنا احنا مجموعه بنخدم على كل حاجه. الموضوع كبر مننا. الاول كان زي ما قلت لحضرتك بدانا ترابيزتين، بعد كده بقى شارع، بعد كده ثلاثه، بعدين باربعه. فمش بقول نفس المجموعه هي هي هتخدم على كل ده. ففي ناس انضمت لينا. تمام. وكل اللي بينضم لينا بيبقى ليه دور معين بيعمله. النجاح يعني مش بسهوله، النجاح عايز ناس مسؤوله. بالظبط. شعار بالظبط كده. لان الموضوع لو فلت، بص حضرتك الموضوع لو فلت مننا احنا هنتضر. الموضوع لو فلت مننا احنا هنتضر. طبعا طبعا بكل تاكيد. استاذ مصطفى عمل الاكل نفسه، يعني هل انتوا برضو بتكملوا في مساله اللي عنده اكل في البيت ينزل بيه، ولا خلاص بقى عاملين مطبخ بقى وكله وفي تخصصات بقى كله بيخرج من المطبخ؟ عاملين سيستم يعني شيف كامل بقى. عندنا مشويات. المشويات دي بتبدا من الشارع خلاص، مش تنفع تعملها في البيت. مظبوط. المحاشي يعني احنا نفسنا نعملها في الشارع، لكن امهاتنا طبعا صعب جدا. ازاي؟ احنا لازم نشارك وتبتدي توصي. اللي بتاخد 10 لا انا عايز 15. محاربه بقى. احنا عايزين نعمل احسن حاجه، فبنخش في حاجات كتير جدا اللي هو عايزين نبدا. يلا يا جماعه المحشي هيجي لنا امتى؟ واحنا بنسهل عليهم كمان. يعني عندنا امهاتنا مثلا بيقوروا المحشي كله. ربنا يديهم الصحه. يعني عندي السنه دي مثلا من 600 ل 650 كيلو مثلا محشي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ارقام يعني ما شاء الله. لا، وفي وجبات كمان كانت موجوده، وفي وجبات شويه قلت. يعني في وجبات كانت موجوده الاول معانا، زي مثلا الاول كنا احنا معروفين محشي مع لحمه بصل مع دجاج ورز. للاسف بقى لحمه البصل السنه دي ما اتعملتش، لان العدد كان كبير جدا ما كانش ينفع نغطيه بصراحه. فلجأنا للمحشي واللي هو وجبه شيش طاووق مع الرز. والحاجه حتى نفسها في تجديد فيها. يعني ايه؟ الاول كنا بننزل اطباق عاديه، دلوقتي بقت الاطباق عباره عن اطباق متغطيه متغلفه جاهزه نازله على ميعاد الفطار بالظبط. حتى الحاجات دي بتنزل بمواعيد، ما ينفعش تاخر. طب بس انا عايز اسال على حاجه البعيد بقى عن الشكل التنظيمي قوي اللي ظاهر بيه الامور. العفويه اللي كانت موجوده، انتوا نظمتوا العفويه دي لسه موجوده؟ بس بقى الموضوع ما فيهوش مجال لللبس وما فيش. انا دلوقتي ساكنه في شارع، انتوا بتقولوا لي 9 شوارع. انا ساكنه في شارع وعارفه ان ام من امهاتنا في الشارع التاني بتعمل محشي احلى من المحشي اللي عندي، هاجي واخد من الوجبات التانيه ولا لا؟ ما تبصيش يا شادي وتضحك، والله بسال بجد، ما الناس تبقى عارفه. مش هم اهلي منطقه واحده. حضرتك المحشي ما بتعرفيش هو لازم ايه؟ ما بنعرفش. هي امهاتنا انت عارفه حضرتك التنافس في الخير. كمان احنا عاملين حاجه جميله قوي. هو مصطفى زي ما اتكلم في المطبخ، هو ليه قسمين. قسم في الشارع بيتعمل اللي هو المشويات والرز البسمتي. احنا عاملين السنه دي كم المشويات؟ 1100 طن ما شاء الله. شيش طاووق عاملين الرز 550. تمام. ما شاء الله. في حاجات مختصه بالبيوت، لان احنا عايزين نشاركهم فرحتنا. فاللي هم بيعملوا المحشي تنافس في الخير زي ما بقول لحضرتك. حتى الحله اللي بتنزل، كنا زمان زي ما استاذ سامي ايوه هترجعوا لي حلتي ولا مش هترجعوا لي حلتي؟ الحله دي كنا زمان بننزل الحله. طب دي بتاعت مين؟ دي بتاعت ام مين؟ بدانا نجيب ستيكر ونكتب اول لما بتنزل من بيتها حله ام فلان ام فلان. ونبدا نرزقها عشان خاطر ده هيبقى اهم حاجه عندها. طبعا حله طبعا. بس ده مش معناه ان انت تاخد من الحله دي. مش معناه انت ورزقك. لا انت ورزقك. يعني هو الحاجات دي كلها بتتجمع في نقطه تجمع، في يعني في نقطه معينه، في نقطه تجمع معين. ومن هناك بتتعبى من جديد وبتنزل للشوارع. كل شارع نازله بقى من عند مين دي؟ انت ورزقك. يعني كل شارع ليه. وخلي بال حضرتك المشكله بقى لو حله ام محمد ضاعت. دي كارثه. ايوه طبعا. زعلوا كلكم. حتى السنه دي برضو عشان برضو الخبره والكلام ده، فاحنا عملنا حاجه جميله قوي. لكل مطبخ او لكل شارع ليه نقطتين توزيع. نقطه التوزيع بتاعته تعتبر مثلا الشارع ده احنا هنعمل فيه مثلا 100 كيلو، ال 100 كيلو من خمس ست اشخاص واخدين لون معين في المحشي. لون الحله مش لون المحشي. لون المحشي ممكن يبقى نوع محشي مثلا. ده هيعمل فلفل، ده هيعمل زنجان، ده هيعمل فلفل وبتنجان. انا كنت في شارع مسؤول عن شارع، حد من الاهالي هو فرحان فقام منزل محشي. طب احنا في نقطه التوزيع هنعبي؟ لا احنا في نظام هنعمل فلفل وبتنجان. فجينا سيبنا الحله، فهو
اللي عاملها امي مننا فزعلت. طب لا خليها، احنا ما بنفطرش اصلا، احنا بنفطر طبيعي ما بنفطرش. نفطر بعد الاذان بعد ما شاء الله الاطنان دي كلها. يعني الناس حتى ممكن تدينا طمر والكلام ده، اللي يقدر لو قادرين تكسر صيامك بس انك انت شغال كتير، بنفضل شغالين لحد ممكن احنا يومنا بينتهي. الطبيعي في الطبيعي كان بعد العشاء، السنه دي لا، السنه دي لا مش بعد العشاء، السنه دي وصلنا لحد الساعه 10 والناس قاعده جوه العزبه. ايوه فعلا بتتصور مع الرسومات. مبسوطه جدا، مبسوط. هو ده اللي احنا كنا عايزينه. يعني هو الشعره بتاعتي اتحولت لمزار، هو الفطار كله ما بيخش اكتر من ربع ساعه بس عشان بقى يعني الاجواء بقى. هو ده كان هدفنا من الاول، ان احنا الغيره في الخير، نرجع شعائر رمضان القديمه، نغير الانماط اللي متاخده عن المناطق الشعبيه ونخليها في احسن صوره. بالعكس هي طول حياتها في احسن صوره الحمد لله. يعني والله والله الجدعنه والكرم ما بيخرج غير من الحمد لله. احنا عندنا جمله مشهوره يعني كاتبينها على جدران والكلام ده، جيره وعشره. فعلا هي جيره وعشره. انت دلوقتي حضرتك لو انت جيت عندنا في 15 رمضان اي باب هتخبط عليه هتخشه. اي بيت، اي بيت، ربنا يجعل بيتكم دايما مفتوحه وعمرانه. مفيش حد جه مره. احنا كان عندنا ناس من كل الطوائف من كل البلاد، وتخش على اي بيت هتخبط وهتاكل وهتشرب وهتحل كمان وهتمشي. اي بيت في اليوم عندنا بالفعل حصل ان في مصورين جنة وفي ناس بتوع السوشيال ميديا جنة، يمكن ما فطروش معانا على الترابيزات بس فطروا في البيوت اللي هم كانوا موجودين فيها. وبالصدفه يعني ما كانش متحدد له انا عايز اطلع البلكونه دي مثلا، يطلع قد عيل المغرب اللي جوه البيت بيفطروا. هو اللي جوه البيت ما كانش مش هتنزل، مش هينفع تنزل من غير ما تفطر. اللي بيبقى موجود على المائده بيبقى رجاله والسيدات ولا الامهات بتبقى في البيت مشغوله في حاجات ثانيه؟ من المنطقه امهاتنا بتبقى فوق، فرحتهم ان هي في رمي البلالين وشايفيننا مجهودنا هم شايفينه، لكن اي حد من بره عادي يقعد على الترابيزات. حضرتك قلت حاجه كمان يا استاذه، قلت ان اللي بيعمل عزومه كبيره بيقعد يوم او يومين عقبال ما بيستريح منها. لا احنا حضرتك تاني يوم كان الدكتور اشرف صبحي بيكرمنا، وكمان الدكتور مصطفى مبولي كرمنا. عظيم. كان تاني يوم على طول. ده الحمد لله، هو ده اللي دي ثمره الخير اللي احنا في الاخر بنبقى فرحانين بيها. طيب استاذ مصطفى، الاستاذ سامح كان بيقول ان احنا كل سنه بيكون عندنا تحديات ونشوف المشاكل اللي وقعنا فيها ونحاول نعالجها. الدنيا ماشيه ازاي واكتشفتوا ايه مثلا من اخر فطار وناويين تعالجوه السنه الجايه؟ انا عايز اقول لحضرتك مثلا ان احنا كنا بنتعامل في مثلا 10100 10200 وجبه تقريبا ما شاء الله، وعاملين بزياده ان درجه اللي واقف ليه وجبته، ليه عصيره وليه وجبته. مش لازم قاعد يعني؟ لا خالص، لا مش شرط، اللي واقف ليه وجبته. فاحنا عملنا فكرنا في فكره ان احنا نعمل بيبان، نعمل بيبان اكنها حفله بالظبط. العدد اكتمل اقفل الباب عندك بس عشان ما يحصلش فيه تزاحم واندفاعات والكلام ده. فبقدر الامكان حاولنا نسيطر على المكان. انت بتتكلم مثلا عامل من 1000 من 10100 ل 10200، انا عندي مثلا كان فوق ال 25000 بني ادم. ما شاء الله ما شاء الله. ده غير اللي بره كمان، بالنسبه لنا الضغط زاد شويه. ده غير اللي بره خدم على 10 11 واحد زي ما سايب بيقول لحضرتك. احنا لغايه الساعه 10 بالليل احنا بيجي لنا ناس بتصور. عشان كده اتعملت الخريطه عشان الناس ما تتوهش. هو عشان نحاول نحكم شويه المخارج والمداخل عشان الزحمه والتلفون كمان. اي حد جاي من السوشيال ميديا هو دخل مثلا شارع معين تمام، بيقابله مسؤول من الميديا بتاعت 15 رمضان. ادي الخريطه بتاعتكم اهي، مدخل رقم 4 شارع ابو طالب. هو داخل مثلا شارع ابو طالب، فاحنا بنبدا نوجهه ان انت دلوقتي في شارع ابو طالب. هو ماسك الخريطه، بنبدا نقول له طب في شوارع ثانيه، في 9 شوارع ثانيه، بحيث ان هو ما يفضل. وكمان صممنا ان احنا كل شارع يبقى غير الثاني، يعني الرسومات وجرافيتي اللي موجوده في الشوارع كل رسمه غير الثانيه، حتى لو التيشيرت التنفيذي غير، عشان البلوجر او اي حد داخل او قناه خد اللقطه في الشارع ده، لا الشارع الثاني احلى، الشارع الثاني احلى. تعرفوا تعملوا تسويق للمنطقه وتعرفوا تبينوا جمال المجهود اللي خبره بقى 10 سنين اكيد. ما 10 سنين، 10 سنين بدات من يعني 7-8 افراد، النهارده بنتكلم في 10. ابتدينا ب 7-8 اطباق، وصلنا ما شاء الله اكثر من 10000 وجبه. واللي بيجي اكثر يعني هو الموضوع ابتدى يخرج عن سيطرتنا احنا في العدد. لان احنا مثلا كنا عاملين حسابنا في 10 ممكن اللي يكون جه 25-30 ألف. ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك ودايما مفتوح. في ناس احنا ما قدرناش ندخلها، مش قادرين ندخلها من التدافع. وكان في فعلا الشوارع برضو ايا كان المناطق الشعبيه، انت عارفه الشوارع بتبقى ضيقه طبعا. انت 10000 الشوارع دي بالحب اللي فيها، مش فاضل غير ان احنا نوزع بقيه المنطقه عشان نعرف نستوعب الناس اللي جايه. احنا كده هنخرج من المطريه. لا هو نخرج صعبه شويه عشان بنحب المنطقه بتاعتنا بصراحه. احنا كده هنخرج، لا ما اقصدش، اقصد ان احنا هنفضل نتشعب وندخل في الشوارع ونخش شوارع ثانيه. يعني منطقتنا ده احنا بنوسع شوارع، بس احنا يعني برضو انت عارف الروح كلها في كام شارع. يعني هو في التسعه صحيح الروح فيها،
مش فكره ان احنا نوسع. ف احساسكم ايه بقى لما لقيتوا كل الناس بتتكلم عن الافطار المطريه؟ احساسكم طبعا مبسوطين طبعا فرحانين. الموضوع في الاول كان بدا بالخير. الاحساس يعني الجميل والاكبر ان الدوله كرمك. ده في حته تاني بجد يعني. انا من المكان هذا طبعا القناه الاولى القناه المصريه بشكر قطاع الامن عامه كله وقف معانا وساعدنا ودعمنا دعم كويس جدا بصراحه. لا بجد وقفوا جنبنا جدا وسالونا حاجات كتير جدا ونقط جميله جدا بصراحه. حتى الشخصيات العامه اللي جات لنا شخصيات عامه مهمه جدا، اسامه الازهري مستشار الديني وزيره الهجره، شخصيات عامه السنه اللي فاتت كان موجود السفير الكوري، السنه دي كان موجود ثلاث سفراء من دول مختلفه. الحاجات دي بتمثل لنا برضو اضافه جامده يعني. المطريه تتجه للعالميه. ويعني الشرف لينا تمام اللي احنا ما بنادعيش حد. لا الناس يعني بتجيب الناس اللي حريصه على ان يكون موجوده. الناس حريصه تبقى موجوده. اه وفي ناس كتير على فكره بيتكلم علينا بحد كويس جدا. يعني ما اعرفش بس بتيجي مفاجاه. اه حاجه جميله لما حد تلاقيه هو اللي جاي بيعزم نفسه عندك. انت ما بتدعيش حد، فده ده شرف لينا طبعا. وده ده ده معنى بقى الجدعنه، ده معنى الجدعنه والكرم. احنا بابنا مفتوح لاي حد. المطريه عيله، المطريه اسره، لاي حد. حد بابنا صوره مفتوح لكل الناس. انت صوره مصر والله. الله يكرمك يا جماعه. دايما عامر ربنا دايما يديم لمتكم ولمتنا معاكم. سعداء جدا بالمجهود المحترم جدا اللي احنا شفناه. سعدنا بوجودكم جدا، نورتونا. الله يكرمك. شكرا.